الأنقاض مستمرة، هناك العديد من المفقودين من الأهالي والأطفال. لم نعرف بعد المحصلة النهائية لعدد القتلى والجرحى من هذا العمل الذي تعرض له حزب الله بالأمس بطيران إسرائيلي طائرة F-35 عندما تم استهداف مرأب، ومن خلاله تم تهديم سقوفية طابقين تحت الأرض، وبسبب هذا الاستهداف راح ضحيته 16 قتيلا من عناصر الحزب من بينهم قياديين أبرزهم إبراهيم عقل. عراس هذا. وقد كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن خطط الاغتيال تم إعدادها بشكل فوري وبوقت قصير، وصدق عليها رئيس هيئة الأركان، وأوضحت أن مصدرا استخباراتيا موثوقا نقل معلومة بشأن اجتماع قادة الرضوان. إذن نذكر بأن هناك عدد كبير من القتلى، وأيضا هذه الصور ننقلها لكم مباشرة لسيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني. عملية رفع الأنقاض ما زالت مستمرة، وكان هناك طلب بالاستعانة بالمجيء بآليات تساهم وتساعد على رفع الكم الهائل من الركام بعد سقوط المبنى المؤلف من 9 طوابق. وهناك احتمال كبير بازدياد عدد القتلى نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي بالأمس بواسطة طائرات F-35. يشار إلى أن زينة الذخائر التي تم توجيهها زينة الصاروخ بما يعادل الطن. هناك كما سمع وتم نقله، هناك 4 ضربات قامت بها الطائرات الإسرائيلية على هذا المبنى، مما أدى أيضا إلى تصدع المباني المجاورة وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين، بالإضافة إلى عناصر الحزب وقياديين من حزب الله. دمار كامل كما نشاهد للأبنية المجاورة وللبناء المستهدف، حيث تم استهداف مرأب من البناء تم من خلاله الوصول إلى الطبقة الثانية تحت الأرض، حيث كانت هناك معلومات وتسريبات وصلت إلى إسرائيل وتم استخدامها على الفور باستهداف هذا الاجتماع المصغر لقياديين من حزب الله. إذن المعلومات هي معلومات غير نهائية لطالما يتم البحث ورفع الأنقاض، حيث هناك العديد من المدنيين ربما ما زالوا مفقودين وما زال البعض تحت الأنفاق. ليس هناك علم إذا ما كان هناك ما زال أحياء تحت الركام. حالة من الإرباك ومن الفوضى، كما تم طلب حضور قوى الأمن للحد، هكذا جاء على لسان الدفاع المدني، للحد من الفوضى والمساعدة في انتشال القتلى والضحايا وإمكانية إسعاف إذا ما زال هناك أحياء تحت الركام.
عملية عسكرية كبرى هي الضربة الثانية من إسرائيل لحزب الله بعد تفجير البيجر وبعد تفجير الووكي توكي، حيث كان هناك العديد من الجرحى الذين أصيبوا بعيونهم وأطرافهم ووجوههم. تأتي هذه الضربة وهي ضربة قوية تنال من حزب الله ومن قياديه وعناصره، بالإضافة إلى سقوط مدنيين يقطنون هذه الأماكن. إذن مشاهدينا، نتابع هذه المشاهد ننقلها لكم من المكان الذي تعرض للاستهداف الإسرائيلي بالأمس في الضاحية الجنوبية ببيروت. سيارات الدفاع المدني ما زالت متواجدة وهي تساهم في رفع الأنقاض، كما هناك مطالبة بمساندة الدفاع المدني الذي طالب بدوره بحضور قوى الأمن من أجل تنظيم الأوضاع بعد هذا الاستهداف الذي أدى إلى أضرار كبيرة من حيث الحجم ومن حيث عدد الضحايا والقتلى من المدنيين والأطفال والعوائل. ليس هناك جردة مؤكدة وأخيرة لمن قضى تحت هذه الأنقاض ونتيجة هذه الضربة، حيث يشار إلى أن إسرائيل استخدمت طيران F-35 وذخائر بوزن طن، وكان هناك 4 ضربات وجهت إلى هذا المكان بعد أن استطاعت إسرائيل الحصول على معلومات باجتماع مصغر لقيادي حزب الله. ويشار بأن إبراهيم عقل الذي خلف فؤاد شكر كان مساعد أول لعماد مغنية. استخدمت إذن طائرة من طراز F-35. إبراهيم عقيل كان ملاحق عالميا بتهم تفجيرات السفارة الأمريكية في بيروت. هذه إذن الصور التي تريدنا أول بأول حول المكان الذي تعرض إذن للاستهداف من الطائرات الإسرائيلية. وللتعليق أكثر على هذه المجريات ينضم إلينا من بيروت الكاتب السياسي أحمد عياش. أهلا بك أستاذ أحمد، دوما برفقتنا مع قناة الحدث، ونحن نشاهد هذا الحجم من الأضرار في الضاحية الجنوبية، يعني ضربة قاسمة أخرى لحزب الله تسدد من قبل الطيران الإسرائيلي. برأيك هل ما زال إمكان من مكان لاحتواء هذه الأزمة وهذه الأزمة المستعرة بين إسرائيل وحزب الله سياسيا، بعدما سمعناه من وزير الخارجية بالأمس عبد الله أبو حبيب حيث اعتبر هذا العمل ووصفه بالإرهابي؟ طبعا صباح الخير وشكرا على الاستضافة الزميلة الكريمة. أعتقد أن هذه المشاهد هي تعبر في حقيقة الأمر على أن إلى أي مستوى وإلى أي مدى بلغ هذه المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. يعني نحن نتحدث عن تدمير مبنى بكامله من 8 طبقات ولديه مكان آخر تحت الأرض يبلغ بعمق 20 مترا، وكان هناك الاجتماع الأهم في تاريخ يعني قيادات يعني حزب الله العسكرية منعقدة في ذلك المكان عندما وقعت الغارة الإسرائيلية ودمرت المكان بكامله. وهناك المعطيات تشير إلى أن ربما هذا يعني هو تقدير لكنه قريب من العقل، بأن قيادة قوات الرضوان وهي يعني قوة النخبة في حزب الله تماما، وهي أهم يعني